أزيد من 200 شجيرة أرغان تم غرسها ببلدية الكريمية بولاية شلف كتجربة هي الأولى من نوعها بالمنطقة. هدفها تطوير شعبة الأرغان وفتح باب الاستثمار في المجال. وهي موجودة في تندوف، ففكرنا واتصلت بمحافظة الغابات بشلف الله يجازيهم، وكما قلت دائما لما يكون المسؤول يتفهم المستثمر الأمور تمشي عادي جدا. تحصلت على شجرة، وفي رمضان حطينا الشجرة وطلعتنا نتائج حسنة، ورانا نفكروا أننا نوسعوا غرس هذه الشجرة في المنطقة. الحمد لله النتائج راهي حسنة وتأقلمت الشجرة جيدا في المنطقة. الشيء اللي نظن أنه يفتح المجال لبعض المستثمرين ويستثمروا في هذا الشجرة. الاستثمار في هذه الشعبة سيعود بفوائد اقتصادية وتجارية، خاصة في استخراج الزيوت وتحضير مواد التجميل، إضافة إلى تنويع المنتجات الفلاحية. بعد غرس هذه الشجرة الأرغان على مستوى المنطقة، ننجو بصفة دورية نتصلوا بالفلاح نشوفوا مدى تأقلم شجرة الأرغان في المنطقة ومع المناخ المنطقة، ونزيد على ذلك مد إرشادات ونصائح للاعتناء بشجرة الأرغان. التجربة هذه جاءت امتداد لتجارب أخرى ناجحة بالولاية، في انتظار قبول مقترح برنامج لتوسيع زراعة شجرة الأرغان عبر مساحة تقدر ب 5000 هكتار خلال الخماسي 2020-2025.